بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. النهاردة الجزء 18 هنستمر وهيكون شعارنا أحبك يا رب يا قوتي. عايزة أرجع لحتة مهمة جدا ومش عايزة أفوتها أبدا وما ينفعش أفوتها، هي كلمة امسكي بقرون المذبح. ولما همسك بقرون المذبح هقول له أمسكته ولم أرخيه، أحبك يا رب يا قوتي. كل وطن ليه عالم، وإحنا وطننا السماء وعالمنا الصليب، وعشان كده هأمسك بهذا الصليب وأنا أحب الله هو قوتي. قبل ما ندخل السماء بنقف دايما قدام الصليب لأنه هو مكان العبور. النهاردة هتكلم عن شوية رباعيات. المذبح ليه 4 قرون، الصليب ليه 4 اتجاهات. فناخد بالنا النهاردة امسكي بقرون المذبح. الكلمة دي كانت مهمة قوي بالنسبة لي، يعني امسكي بقوة الصليب، امسكي بعرش الحمل، بعرش النعمة، بعرش الرحمة، لأن على الصليب الرحمة والعدل تلاقيا، وأنا ما أقدرش أقف قدام عدل الله، فهمسك دايما برحمته العظيمة. فدي دايما هي أنا مسكة يا رب برحمتك. معنى امسكي بالصليب يعني امسكي بقوة الله. إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، لكن عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. يعني ده أمر امسكي بقوة الله. أمسكته ولن أرخيه. في الصليب قوة ربنا. هناخد رباعيات الصليب. في الصليب قوة فداء، قوة حياة وخلود، فداء من الموت وأنار الحياة. فاكرين الموت؟ كان الموت الجسدي، انفصال الروح عن الجسد. الأدبي، فقد الإنسان مركزه كابن لله. الروحي، انفصال الإنسان على الله. الأبدي، الحكم بفناء الإنسان للأبد. يعني الصليب نأني بالفداء من الموت للحياة والخلود. بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود، ده في تيموثاوس الثانية 1:10. صحيح في الصليب فيه ألم ليا لما أتصلب أنا كمان مع المسيح، يعني أصلب شهواتي وذاتي، ولكن بقوة الصليب يقوم المسيح فيا ويرفعني من الموت للحياة للأمجاد السماوية. عشان أدخل الأمجاد السماوية أورشليم في ليها باب، والباب ده عبارة عن لؤلؤة، وطبعا الباب هو المسيح. اللؤلؤ بيتكون جوه المحار البحري. لما بيدخل في المحار جسم غريب بيفرز المحار مادة بالألم حوالين هذا الجسم الغريب فيكون اللؤلؤة. وعلى قد ما تكون الألم كبير اللؤلؤة دي بتكبر، وعلى قد ما تتكرر عمليات الألم بيكتر اللؤلؤ جوه المحار. فاكرين مثل يشبه ملكوت السماوات لؤلؤة؟ أنا أرى المسيح لؤلؤة واحدة مبهرة جميلة كاملة، فيه كل ما أحتاج لدرجة أني أبيع كل شيء لكي أقتنيه. المسيح كمان يراني لؤلؤة كثيرة الثمن بالرغم من عدم قدرتي أني أرى نفسي لؤلؤة، لكن تمني وقيمتي في دم المسيح. الآلام لأني مش فاطني الحقيقي وكل شيء، موجود الشيطان والعالم وشهواتي وذاتي وكل دي أشياء غريبة بتدخل جوه اللؤلؤة، وعليا أني أنقيها. في الصليب كمان تاني حاجة قوة حب وإعلام. إعلان قدم المسيح نفسه بإرادته ذبيحة حية على الصليب. في الصليب قوة تحرير من عبودية الشيطان منتصرا وظافرا عليه. ازمح السق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضد لنا وقد رفعه من الوسط، وبقول الوسط، مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. أؤمن إلهي إن حر فيك منتصر وظافر على الشيطان. ده إيماني يا رب. في الصليب قوة عبور واتحاد بالمسيح. في الصليب شهادة عبور من الألام للأمجاد. صلحنا مع الآب والسمائيين، صلحنا مع الله بموت ابنه. من خلال الصليب نستطيع أن نقترب إلى الله. هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. على المسيح تسمى على الصليب ملك، يملك على حياتي. لما تصلي معاه بيبقى هو الملك والممتلك وأنا ملك ليه.
وده العهد اللي بيبقى بيني وبين ربنا، مضاه بدمه وأنا قبلت. يبقى في الصليب قوة حب الله للإنسان، قوة تحرير من إبليس، قوة خلود وحياة أبدية، وقوة عبور واتحاد بالله. ودي الرباعية، وهرد وهقول أؤمن يا رب بحبك وعابر بيك وفيك للأبدية. من خلال الصليب نستطيع أن نقترب إلى الله عشان نتحد به، وعلينا تملك النعمة بالبر، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعون في حين. الطريق للصليب عارفينه، احتمال، اتضاع، طاعة، اجتهاد بفرح وبصبر. يا من قابلت أن تربط بالحبال إلى صليبك لتحلني من رباطات خطاياي، صعدت عليه عريانا لتكسوني بالتوب برك، فتحت جنبك بالحربة لكي أدخل إليك وأسكن في عرش نعمتك، غسلتني بدمك من آثامي. أشكرك يا رب، أشكرك أنا العاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك العظيم وكما يليق بهذا الإله العظيم القدير. أعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي، إكليل الشوك مجدي، أوجاعك تنعمي، مرارتك حلاوتي، دمك حياتي، ومحبتك فخري وشكري. شكري ليك يا أعظم أب وأعظم إليه. ربي يسوع اديني فهم وإدراك لقوة صليبك، وده مسبح العهد الجديد. اشعرني لما أكون في شدة وضيق وأكون ضد مبادئ كل العالم، إني مش مهزوم، أنا منتصر وظافر بقوة صليبك. يلا بقى بينا على رباعية العهد القديم، هنقول 4 في 4، أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، ويلا على الرباعية دي نفهمها مع بعض النهاردة. أبونا إبراهيم بنى 4 مذابح، إسحاق حفر 4 أبار، يعقوب نصب 4 أعمدة، ويوسف لبس 4 أثواب. وعشان كده بقول لك دول 4 في 4. 1، أبونا إبراهيم بنى مذبح في شكيم، وشكيم والتاني في بيت إيل. شكيم معناها الكتف، وأنا عايزة أقول الكتف المنحنية بالحب لله تحمل الأثقال، يعني انكر ذاتك وشيل صليبك على كتفك وتعالى وراي. المذبح التاني في بيت إيل يعني ابني كنيستك جوه قلبك. المذبح التالت في بلوطات ممرة التي هي حبرون. بلوطات معناها المعلم والقوة، وحبرون الاقتران أو الزواج أو الشركة. في الصليب بتحد بالكلمة، أتعلم منه وأخد قوة. أخيرا بنى مذبح على جبل المرية، وهو جبل ذبح إسحاق، وبده معناه جبل الرؤية الجديد والارتفاع للسماء. بالصليب يعبرني للسماء وتقابل مع الحمل، خدوا بالكم، بعد مسيرة 3 أيام. المعنى الروحي للـ4 مذابح: 1، أشيل صليبي واتبع المسيح. 2، أبني كنيستي جوه قلبي. 3، أتحد بالكلمة هيعلمني ويقويني. 4، هعبر لعرش الحمل وأشوف الحمل. أدي الـ4 مذابح، وينفتح بعدها هيكل الله في السماء، ويظهر تابوت عهده في هيكله، وده هيكون في سفر الرؤيا إصحاح 11. على إسحاق، إسحاق بقى نبش، يعني حفر 4 أبار ونبش أبار أبيه. المية رمز من رموز الروح القدس وكلمة الله. العالم احتقر المياه، أحبوا الأرض، ردموا الأبار مياه إبراهيم بالتراب. جي إسحاق ونبشها في وادي جرار. جرار يعني الحائط أو الحاجز. جي ينبش في الأبار بيدور على الكلمة المسلوب لينقض الحائط المتوسط اللي بيفرق بيننا وبين ربنا. جعل الاتنين واحد، وبكده نحصل على المصالحة مع الإب. كل أسف مش كل الناس بتقبل المصالحة مع الله. إسحاق حفر 3 أبار في جرار. الأول في بلد اسمها عسق، دي معناها عشق أو خصام. التانية اسمها صنطة، يعني النزاع. وهنا في البلدين تنازع رعاة جرار مع رعاة إسحاق. بالرغم من أن إسحاق يعشق المياه، لكن بسبب النزاع ترك البئرين لرعاة جرار. أما التالتة فلم يحدث عليها نزاع، فسميها رحو بوب، الأماكن الرحبة أو المتسعة. شعر إسحاق أن الله قد أعطاه مكان رحب ومتسع وبركات بغير نزاع. ربنا دايما يبارك اللي يبعد عن النزاع حتى لو ساب حق، ربنا دايما يعوضنا. فاكرين ملك النزاع والخصام يابين في جزء 16؟
نرجع لي. ثم صعد من هناك لبير سبع مكان القسم والوعد، ظهر له ربنا وقال له أنا إله أبوك إبراهيم، ما تخافش هباركك وأكتر نسلك من أجل إبراهيم عادي. بنى هناك مذبح ودعا باسم الرب، نصب هناك خيمته، والخيمة معناه الاعتراف أني غريب على الأرض. حفر هناك عبيد إسحاق البير الرابع، وده بيفكرني أننا في يوم نشوف المذبح وجنبه بير بيمثل المذبح والمية الخارجة من نهر الحياة، ودول الموجودين في سفر الرؤيا. يعني ربنا عمال يرفعني 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 يرفعني. إسحاق معناه الضحك أو الفرح أو السرور. حفر أربع أبار مية وبنى مذبح، يبحث عن الارتواء من ماء الحياة. ولما شاف ربنا بناله مذبح، يعني عرش جوه قلبه، وارتوى بماء الله، ممكن بالكلمة بالإنجيل وبالروح القدس. لما تسلم لربنا قلبك بيبقى عرش ليه، تتروي من ماء الحياة، يبقى قلبك موضع سرور ربنا تفرح بيه ويفرح بيه. أما يعقوب ده اللي شاف السلم والملائكة طالعة ونازلة عليه، يعني مفيش حائط بيفصل بينه وبين السماء، فيه مصالحة بينه وبين ربنا. يعقوب معناه المتعاقب. يعقوب كمان بيمثل النشاط في العمل والذكاء، منه هنركز شوية على العقل، يعني ده الشخصية اللي بيفهمها وهي طايرة. نصب أربع أعمدة، هو تعرض لأربع أزمات في حياته، فكان كل مرة بيتعامل مع ربنا بنعمة غنية كان ينصب عمود تذكار لتعاملات ربنا معه. واحد، عمود الخلاص. يضطر يعقوب للهروب من بيت أبوه بسبب خوفه من بطش عيسو أخوه، وكان لواحد شريد لوحده وشريد ما ليس له رفيق. ظهر ربنا والملائكة على السلم المعروف وطمنه ووعده بأنه هيكون معاه دايما لحمايته. فعلى الرغم من أن يعقوب ما طلبش ربنا ولا صلاله، لكن ربنا أخذ المبادرة النعمة المطلقة ليعلن ليها عن نفسه ويجذبه ليه. ربنا دايما اللي بيبدأ معانا ودايما يجذبنا ليه. لو لقي منا استجابة واستعداد بيكمل معانا بالرغم من جهلنا وضعفنا وأخطائنا المستمرة، هو يجذبنا ويصبر علينا ويفضل مستني الوقت المناسب عشان يكمل معانا. العمود الثاني عمود الانفصال، وده كان بعد 20 سنة. أخيرا قرر يعقوب الانفصال عن خاله الوثني لابان وعن أرض حاران اللي معناها طريق. يعني يا ابني لا الأرض دي أرضك ولا الطريق ده طريقك، وهم دول اللي عطلوا عمل النعمة معاه، وربنا جاله تاني يدعوه عشان يرجع لبيت أبوه. ربنا بيفكر يعقوب بأنه إله بتقيل، حيث نصب ليه أول عمود وندر ليه أول ندر. بيرجع ربنا يفكره تاني ويجذبه تاني. وإحنا كمان المفروض دايما نفتكر التزاماتنا وعودنا مع ربنا اللي دايما بيبدأ ويجذبنا ليه. المفروض نفتكر يوم ما سلمنا له حياتنا، ونفتكر دايما ملكيته لينا وإنه اشترانا بدمه الثمين. لما قرر يعقوب بدأ يحصد البركات، هذا القرار الحاسم. ولما يعقوب مضى في طريقه أي رجع لطريقه، لقاه ملائكة الله عشان يهنوه على قراره ويشجعوه إنه ما يخافش من مقابلة عيسو. ربنا دايما يرسل لنا ببركاته وإعلاناته، بمجرد إننا نكرمه بيكافئنا ويشجعنا على القرارات الحاسمة اللي بناخدها في حياتنا إكراما ليه. العمود الثالث عمود تجديد العهد وتأكيد الوعد. لازم الأول بنقدم توبة. قدم يعقوب وأهل بيته توبة ربنا وتطهروا وعزلوا الآلهة الغريبة وبدلوا الثياب. بنى مذبح لربنا في بيت إيل وقدم عليه ذبايح شكر ربنا اللي حفظه ورجعه لبيت أبوه بالسلامة. من هنا شفنا ربنا بيؤكد له الوعد، الوعد بالبركة وهيكون مثمر، الوعد بأنه هيخرج من أولاده ملوك، الوعد بميراث الأرض اللي وعده بيها ربنا ليه والأباء. ومن هنا غير اسمه الإسرائيل أي المجاهد أو المصارع، بس النهاردة الجهاد والصراع هيكون مع الله مش مع الشيطان. طبعا الشيطان هيدخل يحارب يعني من وقت للتاني. أربعة عمود الرجاء، الرجاء في الآلام. فنسمع الأول عن موت دبورة مرضعة رفقة، وبعدين موت الزوجة المحبوبة رحيل. الرجاء في القيامة ومواجهة الموت، والرجاء في قوة الله في مواجهة الآلام. يعقوب سمى ابنه بنيامين، يعني ابن اليمين ابن الوعد، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي بربنا.
ولأن قوة الله في الضعف تكمل، هيجي الوقت اللي هنرحل فيه من مكان الألام والأحزان ونوصل الأمجاد. بيرحل إسرائيل المنتصر على الألام، وبكده هو نصب أربع أعمدة: عمود الخلاص، الانفصال، تجديد العهد وتأكيد الوعد، وعمود الرجاء. بينا على يوسف، بس خلوني أكلم المسيح وأقول له: يا لابس النور، نور حياتي بيك. في قوس قزح كان ربنا وعد إنه مش هيغرق الأرض بالطوفان، والأرض الطاهرة دايما تلبس ثوب النور. يعني قوس قزح اللي مليان نور ده بيدل إن ربنا لما نظف كل الأرض ورجعت الأرض لطهارتها، وربنا عمل وعد دايما مع الإنسان إنه مش هيغرق الأرض تاني. أخد بالي إن الأرض دي يعني جسدي. يوسف لبس أربع أنواع من الثياب. أول ثوب كان الثوب الملون اللي هو لبسه له أبوه يعقوب. طبعا هو كده بيلبس ابنه ثوب النور لأنه بدأ يفهم إن هذه الأرض طاهرة وتلبس ثوب من ثوب النور. القميص الملون من يد يعقوب أبيه نزعوه إخواته بكل قسوة، طرحوه في البير عايزين يقلعوه في ثوب النور ويغرقوه في المية تاني، يعني في بير العالم الأرض. الأرض اللي لبست النور لا تغرق في المياه ثانيا، ومن هنا راحوا ملبسين ثوب العبودية. يا رب تفهموا بس اللي أنا عايزة أقول إيه. ثوب العبودية لبسوه إخواته ثوب العبودية بالإجبار. المسيح أخذ عبوديتي بالاختيار بحبه لينا على الصليب، خد ثوب عبوديتي واداني ثوب النصرة. يوسف أمسكت يوسف زوجة فوتيفار فترك ثوب العبودية وهرب، تهمة ملفقة وطرحوه في السجن. ثياب السجن لبسها ظلم، هو مش فاهم ليه، بس ربنا كان عارف هو بيعمل ايه. لازم اترك عبوديتي الجسدي والذاتي وكل شيء بيستعبدني يسقط، ورك شوية مع ربنا وافهم ربنا في خلوة، حتى لو الخلوة دي وصلت لها ل 11 ولا 12 سنة. أربعة ثياب الملك بأمر إلهي تتحقق كل الأحلام. فضل يوسف لابس ثياب التعويض في الملك 80 سنة. يوسف لابس القميص الملون من يد أبيه، قميص العبودية، ثياب السجن، ثياب الملك، الملك بأمر إليه. في تأمل تاني، لما ربنا اختار أب للبشرية اختاره عقيم جسديا، لكن كان يعني أثمر هذا الجسد وبنى أربع مذابح. معنى الأربع مذابح نعيد، هنركز: أشيل صليبي وأتبع المسيح، أبني كنيستي جوه قلبي، أتحد بالمسيح هيعلمني ويقويني، هعبر للسماء بقوة الصليب وأشوف الحمل إسحاق، الفرح والسرور. حفر أربع أبار مية وبنى مذبح يبحث عن الارتواء من ماء الحياة، وده سبب فرح ربنا لما شاف ربنا بناله مذبح يعني عرش جوه قلبه، وارتوى بماء الله والروح القدس وحصلت المصالحة مع الآب. لما تسلم لربنا قلبك يبقى عرش ليه وترتوي من ماء الحياة، يبقى قلبك موضوع سرور الآب، تفرح بربنا وربنا يفرح بيك. يعقوب شخصية الجهاد المستمر والعمل المستمر مع الله، وده اليوم الثالث، يعني ده ثالث شخصية بنقابلها. يوسف من توب النور لحسد إبليس لتوب الملك السماوي. كنيستنا كنيسة أبكار وأطهار للوصول للديار السماوية، لعرش الله وأورشليم السماوية. توبة لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا لهم، أيضا ببركات يغطون مورة، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. مزمور 84. لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. جاء في الترجمة السبعينية: طوبى للرجل الذي نصرته من عندك، رتب مصاعد في قلبه. في صعود يا جماعة، بصعد يصعد بقلبه إلى فوق نحو السماء. الصليب هو منطقة العبور والصعود الوحيدة للسماء. يضعنا الله في ساحة صراع ويجيب: إنما لكي يهبنا بركات النصرة والإكليل، فننطلق من قوة إلى قوة. أيضا ببركات يغطون مورة.
مورا أو بلوطات مورا اللي هو مكان التعليم والقوة اللي قلنا عليه جنب شكيم، غالبا مكان يتميز ببرك تقوم على مياه الأمطار، جاءت في بعض النسخ السبعينية ببركات يسكبه المطر المبكر أو وواكرة الأمطار تخمرهم بالبركات. في الصليب مش بس اتضاع للنفس، لا ده انسحاق للروح، فيحفر في داخلك بالدموع برك حتى يمكنك استقبال البركات ويكون من قوة إلى قوة. ما قالش من ضعف إلى قوة، ده من قوة إلى قوة. خليني يا رب بركة ويملاني بالبركات. أتريد أن تكون رجل ثبات هناك؟ إذن كن هنا أولا هكذا. أتريد أن تتكلل هناك؟ حارب أولا هنا. من له قوة هنا سيقتني القوة نفسها هناك. وماذا تكون مكافأتهم؟ إنهم يرون إله الآلهة في صهيون. الأنبا إرساني قال إن طلبنا الله نجده وإن أمسكناه يثبت عندنا. امسكي بقرون المذبح. قد نضطر أن نعبر وادي البكاء، لكنك غير مجبر على الجلوس فيه. الله يفجر ينبوع في داخلي، ينبوع رأفة ومحبة لكل محتاج للحب، اليتامى والأرامل والفقراء والمقهورين. فيه ناس يعانون من الوحدة وعدم الاهتمام ولا يجدوا إجابات لما هم فيه، إنهم يائسون. هو ده هدف ربنا، ده اللي عايزه ربنا مننا لكي نعرف قوة قيامته وشركة ألامه. المعاناة تعد تربة أرضي إلى ذلك النبع العظيم. أتألم فأشعر وأعتني بالمتألمين. عندما نجتاز الألام معه يحدث الارتباط، عندما نجتاز مع المسيح آلامه نرتبط به. هكذا يحدث الارتباط، يعني الاتحاد بالألم والمعاناة، الارتباط الذي لا يمكن كسره. الله يريد أن نشاركه تجاربه وآلامه فنزداد قربا منه ونتحد به، فنزداد قربا بعضنا لبعض، فنعرف ما هي المحبة الحقيقية كثمر للروح. مش بس ألامه على الصليب، لكن ألامه من أجل الكنيسة، عروسته المحبوبة لقلبه. إذا عملت كده تدخل معاه للعمق. الله لو يحب التدين الشكلي، اوعى تحاول إنك تموت عروسته المحبوبة على قلبه كنيسته. وعلى كل الأحوال أبواب الجحيم لن تقوى علي. عايزة يا رب إنك تكون راضي عني، عايزة يا رب أفرح قلبك بكنيستك. في مزمور 84 كلمة بركات أي المطر المتأخر للروح القدس. المطر يغطي الأماكن المنخفضة، أي الروح القدس لا يغطي إلا المتضعين. والبركة المحفورة في الأرض أي المنسحقين بالروح، هي التي تملأ بالماء. ها أنا يا رب كبركة أمامك، إملاني. وإذا أردت العمق في الله فلا بد من شركة ألامه. يا رب يسوع، أشكرك على موتك لأجلي على الصليب، على محبتك الأبدية لي، إنك جذبتني ليك برحمتك. الآن يا رب اسمح، فأنا أريد أن أعرفك وقوة قيامتك وشركة ألامك. معلش النهاردة بقى هبدأ أقول لكم على الرؤى اللي أنا شفتها، هتكون شركة ألام بس شيء لابد منه. يعني أول رؤية بدأت أشوفها وحقيقي كانت مؤلمة ليا جدا، إن لقيت طفل صغير بيستغيث، بيبي. أول مرة كنت أسمع يعني إيه بيبي بيتكلم. فاكرين العذراء وأليسا باط لما الاتنين كل واحدة منهم بتقول لها عندما سمعت صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني. يعني هم سمعين حتى الأطفال الصغيرين بتتحرك إزاي جوه البطن. المهم طفل بيستغيث وكانت جنبه واحدة ست. رحت بعد شوية شفت الست دي فعلا موجودة، قربت منها عرفت إن هي عندها طفل صغير في بطنها، بيبي يعني حامل، وإن هي تقدم على إجهاض هذا الطفل. بصراحة أنا اتخضيت، لأن الإنسان اللي يجهض طفل في بطنه يعني ده قتل يا ولاد.
عارفين يعني ايه طفل بيبي بيستغيث انك لا تزهق روحه، وان ربنا بيبقى زعلان قوي على الناس دي. المهم دي كانت حاجة. الحاجة التانية خلاني اسمع دم الشهيد اللي بيصرخ ليه من الارض. عارفين الشهداء في ليبيا؟ مش كلنا كنا بنقول دم الشهيد يصرخ؟ عارفين، فاكرين لما قلتلكوا لما شفت في ماري مينا وخدت القلب والكبد على ايدي في المواضيع اللي قبل كده، وان الدم ماري مينا بيتكلم؟ خلاني اشوفها تاني. الحاجة التانية، مرة وانا طالعة من السماء الحقيقة شفت بلاد كاملة وأماكن كاملة، ودي بتحزن قلب ربنا، ما فيهاش مذبح ولا صليب. الناس دي كلها لسه عايشة في عبادة الأوثان. عايزة أقول لكم عبادتهم، البخور اللي بيطلع من عبادتهم قد إيه ريحته كريهة قوي أمام الله، وقد إيه الناس دي بتحزن قلب الله. ودي خلتني أدخل في تأمل تاني. الناس كمان اللي فاكرة نفسها عايشة مع ربنا وجوه قلوبها مجموعة من العبادات الوثنية اللي هي عايشة بيها، الإنسان قلبه لما بيدخل في العنف والإرهاب، ومش عارفة بصراحة القسوة دي بيجيبوها منين، كل دي عبادات أوثان وحاجات بتحزن قلب ربنا. طب بلاش دول كمان، ما تيجوا نبص كمان لنفسنا. لما كنت بعبد ذاتي ولا بعبد نفسي ولا بتعامل بعنف مع أهلي والناس اللي حواليا، أو بأدخل في حاجات تاني صعبة وبعيدة عن ربنا، كل ده ما بيحزنش قلب ربنا؟ حسيت كمان ربنا بيوجهني لليتامى والأرامل والناس اللي بتعدي في ضيقات وأمراض. حسيت كمان ربنا بيحسسني بإحساس الناس دي جوايا. عارفين لما دايما الإنسان اللي بيبقى بيتألم بيقول محدش حاسس باللي أنا حاسس بيه، وبيحس دايما إن هو لوحده في ألمه وفي مرضه في بعض الأحيان. يعني خلاني لما أقف جنبه وأبقى حاسة بيه، أحس بقلبهم النابض الصارخ لربنا إن ربنا يساعدهم ويعينهم ويحافظ عليهم. المنظر اللي شفته كان صعب قوي كمان، وده عشان ربنا بس يعني يفهمني إن إحنا داخلين في أواخر الأيام، أو إن ودي حاجة معروفة يعني كلنا شايفين إن إحنا بندخل في أواخر الأيام. خلاني أشوف واحدة ست، الست دي شايلة بيبي بنتها على ايديها، بنت رضيعة، وان الست دي بتتلفت حواليها، وبعدين راحت فتحة الفرن وراحت حتى بنتها الرضيعة جواها، عشان كانت الست بتعدي بجوع جامد جدا، فكانت بتسوي بنتها في الفرن عشان تاكلها. اكبر عاطفة خلقها فينا ربنا هي عاطفة الام ورضيعها. لما العاطفة دي تتحول لهذا الجمود، أنا مش عارفة، أنا قمت منزعجة فعلا. الموضوع ده كان صعب قوي، بس هي دي شكلها كده، إن الأيام الأخيرة طبعا اللي إحنا هنعدي بيها الجوع هيوصل فيها للدرجة دي. بس عايزة أقول لكم لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ربنا هيعرف ازاي يستر على اولاده. من فضلكم متخلوش الارض تتوهكم، تمشيكم في موجة تخليكم مش حاسين باللي حواليكم. ما تدخلوش في دوامة الارض اللي تتوه الانسان واللي تخليه مش عارف يحس باللي حواليه. ربنا لما بيدخلنا في شركة ألامه عشان يحسسنا بألام الآخرين. هي شفت حاجات بقى من دي كتير، يعني انا بس حبيت اشارككم بحاجة او اتنين عشان يعني نبقى فاهمين احنا كنا بنعدي بمرحلة ايه. انا نفسي اقول لك حاجة،
ادخلوا على سفر الرؤيا وشوفوا أواخر الأيام، شوفوا الأبواق والجامات وغضب الله بيكون إزاي على الناس اللي بتبقى صعبة دي. عايزة أقولك النهاردة من فضلك إلحق نفسك، إلحق نفسك وشوف يا ترى جواك مذبح لربنا ولا مذبح للشيطان. شوف جواك لو أنت بتحس بألام الناس وبتعبهم اعرف إنك مع ربنا. لو أنت مش حاسس بحد وداخل في العنف والقتل وحاجات كتيرة اعرف إنك بعيد كل البعد عن ربنا، إن إلهك ده لا يمكن يكون الإلهنا. ما هي في ناس ليها إلهها ربنا وفي ناس ليها إلهها هو الشيطان. في كل الأحوال أبواب الجحيم لن تقوى على أولاد الله. من فضلكم عايزة أقول لكم خدوا بالكم من أولادكم. النهاردة هيكون يوم تثبيت الإيمان، ثبتوا إيمان ولادكم. لما تلاقوهم ضايعين اجتذبوهم لمحبة الله، اتعاملوا معاهم بالرحمة والرأفة. اعرفوا ان هم في ايد الشيطان، وان هم لو هم تايهين وتعبانين حسوا بيهم شوية. بلاش تكون عنيف لما تلاقي حد بعيد عن ربنا، لا، ربنا عايزنا نحب الكل. علموا ولادكم من صغرهم انهم يفتحوا الكتاب المقدس. بيوجد اكبر خطر لاكبر قديس ما بيقراش في الكتاب المقدس، وبيوجد أكبر رجاء وأمل في أكبر خاطي يكون بيقرأ في الكتاب المقدس. النهاردة نداء، افتحوا كتبكم المقدسة اقروا فيها، هتلاقوا قوة ربنا لتغيير حياتك. الكتاب المقدس موحى به من الله، يعني هو أنفاس الله ليك. الله يكلمك من هذا الكتاب العظيم. لو انت ما تعرفوش وعمرك ما فتحته افتحه. ما تسمعش كلام حد يقولك خاف انك تفتح الكتاب المقدس. كتابنا المقدس قادر على تغيير الانسان من كل حاجة. الكتاب المقدس والجأ للصليب هتعرف يعني ايه حياتك تتغير بالكامل. لما تكون تعاني من شيء مسيطر عليك وعايز تتخلص، افتح كتابك المقدس، طلع سفر المزامير وصلي. افتح كتابك المقدس وقول له يا رب أعني. افتح كتابك المقدس وقول له يا رب أنا عايز أعرفك. ممكن من فضلك تعرفني هل أنت الإله الحقيقي ولا لأ؟ ده لو أنت كنت غير مسيحي. ولو كنت مسيحي افتح كتابك المقدس وقول له يا رب عايز أعرفك أكتر، عايز أقرب منك أكتر، عايز أشاركك في قوة قيامتك وشركة ألامك. ممكن يا رب تيجي وتقود حياتي، ممكن يا رب تيجي وتقف جنبي. ربنا مش محتاج مننا أكتر من الكلمتين دول. ناديله هتلاقيه، ارفع له إيده هتلاقيه بيمسك فيك. هو دايما واقف على الباب يقرع ومادد إيديه لينا. امسك في إيده بسرعة، افتح كتابك المقدس. عايز اقول لك الله سامع وشايف وعارف كل شيء. مش هيصبنا ومش هيجينا يا جماعة غير ما يسمح به الله لينا، الإكللنا والمجدنا والرفعنا من قوة إلى قوة ومن مجد المجد. اسهروا وصلوا علشان ما نقعش في تجارب كتيرة. ربنا هياخدني وهيوصلنا لأورشليم السماوية، بس خدوا بالكم كان في ثلاث مراحل هحكي لكم عليها المرة الجاية. اسمحوا لي النهاردة أقول له يا يسوع اسكرني بحبك، يا دم المسيح طهرني، يا يسوع عديني بثقة لعرش نعمتك وخدني لقلبك الحنون. إلهي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت،
السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، بك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة والكرامة والسلطان من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. هشوفكم المرة الجاية بنعمة ربنا.